فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج كما هو ظاهر ومبين على الشاشة أمامكم الآن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، تفضل أخت هناء. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، عندي سؤال بالنسبة لصلاة الليل. أنا يعني قبل رمضان مثلا يعني أخلي منبه الساعة، إحنا عندنا أذان بغداد بثلاثة ونص صلاة الفجر. أي. ألو، صلاة الفجر بثلاثة ونص، فأني أخلي منبه الساعة ثلاثة إلا عشرة هيك إلا ربع، فأني ما أوتر بعد صلاة العشاء، أجيبها الوتر فأصلي ركعتين ثم أصلي الوتر وأقرأ ما تيسر من القرآن وأسبح إلى صلاة الفجر. لكن قبل هذا الوقت احيانا استيقظ مثلا بالسمكين او بالوحده اذهب بالحمامات، فلن استيقظ اسجد سجده الشكر او الاستغفار، فارد انام الى ان يعني استيقظ بثلاثة الى عشرة فاصلي صلاه الليل. يعني بها شيء شيخ؟ يعني اختي هناء، يعني خلاصه السؤال، انت الان تؤخرين الصلاه الى صلاه الليل إلى ثلاثة إلا ربع أو إلا عشر، تقومين الليل وبعدين تصلين. أنا أخلي المنبه إلى أن يعني حتى أجرها إلى صلاة الفجر، لكن صد هذا الوقت أستيقظ يعني. أي طيب، أهم شيء أنك تصلين العشاء في وقتها. أي أصلي صلاة العشاء، لكن الوتر أخر على مود أني أريد أصلي يعني. طيب صلاة طيب. شكر أو تحية أو أسبح. واضح يعني. أختي واضح. وبرمضان أيضا شيخ، حتى برمضان أنا يعني أقعد قبل هذا الوقت مثل بالسنتين ايضا اظل اصلي واوتر الى سنتين ونص ثلاثه الا ربع. طيب الى واضح. احضر السحور. ابشري يا اختي. ابشري. شكرا جزيلا. مرحبا اختي، ابشري. نعم. الو، من؟ تفضلي. تفضلي ام عناد، تفضلي. الشيخ البحري كلمتك مرت اخويا لما قلت لك عليها على مود الدوره، هاي صار لها 6 سنين وهي ارمله. اي هي أرملة تقول أبلع هسه على فترة رمضان، أبلع الحب بالسحور تنقطع عني، أبلع بالفطور تنقطع عني، مما أبلع ترجع علي. تقول هاي صار لي 6 سنين بهالحالة هاي. طيب. وشيخ على مود القطعة مع أمي. أختي الفاضلة أم عناد، أم عناد الله يرضى عليك، البارح طيب أجبتها، في مشكلة ثانية لما عدت السؤال؟ إيه لا، هي انت قلت يعني على مود حمل وما حمل، هي اليوم هي ارمله خطيه. ايه طيب خلاص، المهم ان انا جاوبتها، قلت ما دام ينزل الدم عليها فهو حيض، اذا ارتفع عنها فهي طاهر الحمد لله. طيب السؤال الثاني. على مود الصيام شيخ، على مود الصيام. طيب. شيخ وعلى مود القطعه مال امي، امي متوفيه، ابويا متوفي، واني حالتي الماديه تعبانه، على مود قلت لك يعني اخويا ما يقبل يبيع الارض، والبيت هم لنا حصه بي، بس البيت قلنا له لا تبيعوه، بس على مود قطعة الأرض، لأن هاي إحنا كنا دفعنا بها فلوس. قطعة الأرض تبع من هي؟ من اللي يملكها؟ هي مالت والدتي، والدتي توفت. أيوة، يعني هذه تركة. وأبويا متوفي، عاد أخويا ما يقبل يبيعها، وإحنا حالتنا المادية تعبانة. طيب، السؤال وين يا أختي بالضبط؟ الشيخ عندي ها؟ بالنسبة لقطعة الأرض، وين السؤال بالضبط؟ شلون؟ الآن تقولي قطعة الأرض أخوك رافض يبيعها، طيب وين السؤال؟ إيش تبغين تصلين لأنت يعني؟ يعني شو تشرح لي أنت يعني، أنا حالتي المادية وكم مرة رحت عليه وقلت له يا أخوي يعني هيك حالتي واقعة وهيك وهيك وظروفي ما تساعد، بيع لي، يقول لي إيه وما يبيعها. طيب عندك سؤال آخر؟ قلت له عندي بنتي صامت 5 أيام 6 أيام برمضان، وهاي هسه 6 أيام 4 أيام ما عاد تقدر تصومها،
تقول بس يصير ساعة 12 أقع. إيه كم عمرها هاي؟ والله جاهلة والله بال 15 20 هيك. يعني صغير بالغة، أهم شيء بالغة. إيه طيب. متزوجة وعندها طفل. ها طيب طيب. إيه والله. طيب يا اختو معنا ابشر ان شاء الله. هلا 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 بالشيخ. نعم تفضل ايمان. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ انا عندي ثلاثة اسئله. تفضلي. السؤال الاول يا شيخ، احنا نسوي عمره وما قصينا الشعر لليوم الثاني. ايوه. والسؤال الثاني يا شيخ، انه نحن نجي من اليمن وما نروح نعتمر على طول، نجلس ثلاثة أيام وتروح نصف العائلة تعتمر ونصف العائلة تجلس لأي وقت. كيف تجون من اليمن يعني؟ تجون زوار يعني؟ لا إقامة، نجي يعني نجي كثير مرة كثير مرات ما نروح نسوي عمرة على طول. إيه متى تعملون العمرة؟ يعني بعد ثلاثة أيام تروح أمي وبعض إخواني والبعض الثاني يروح أي وقت. لكن انتم ساكنين في السعوديه ولا في اليمن؟ لا في مكه، احنا نجي على مكه وما نروح نسوي عمره على طول، فهل هذا يجوز لنا؟ طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث يا شيخ، ان امي عندها ذهب ما تلبسه الا في المناسبات والاعياد، هل عليه زكاه؟ طيب يا ايمان جزاك الله خير. مرحبا اختي. تفضل يا عمر. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا يا شيخ. أهلا وسهلا يا شيخ. عندي سؤالين. السؤال الأول، الوالدة عندها كمية من الذهب وتريد تخرج الزكاة، ولكنها تستخدم هذا الذهب، يعني تستخدمه هي وأخواتي، فهل يجوز إخراج الزكاة لهذا الذهب أم لا؟ السؤال الأول. تستعمل الذهب. السؤال الثاني. نعم نعم تستعمل الذهب، يعني يستعملون الذهب. نعم 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 تستعمله. نعم. السؤال الثاني. تلبسه. نعم. السؤال الثاني، عندي أخي والوالد يريدون يروحون عمره، فوزارة الصحة مسوية لقاح، فهل اللقاح يفطر الصائم لقاح ضد المرض والعياذ بالله؟ نعم أبشر إن شاء الله يا عمر أبشر. نعم جزاك الله خير. حياك الله. تفضل يا رحاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤال. السؤال الأول، والدي تبي تسوي فطور ثواب عمه وابوه. كيف؟ والدتي تبي تسوي فطور ثواب والديها، هل هذا يعني صحيح ام بدعه؟ يعني يوصلها من فطور والدتك وش تسوي؟ تبي تسوي فطور. فطور ثواب والدينا. اي فطور ثواب لمن؟ ثواب الوالدين لمو وابوه. اي ميتين. ها اي ميتين. طيب سؤال. السؤال الثاني، فرصة كرسي في الصلاة. كيف؟ فرصة كرسي صلاتي بالصلاة. الجلوس على الكرسي؟ لا فرصة كرسي. آية الكرسي؟ آية الكرسي. أيوة. يصير أقرأ بالصلاة. طيب طيب. أم لا يجوز. طيب. مرحبا مرحبا. تفضل ابو حميد. السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام ورحمه الله. حياك فضيلة الشيخ، الله يسلمك. صلاه التراويح الله يسلمك، تعال استفتاح نقول الله يسلمك ولا ما كيف يعطيك الشيخ الله يسلمك؟ والفاتحه الله يسلمك، بعض المشايخ مخلوا لك مجال قراءه الفاتحه. اي والسؤال الثالث الله يسلمك فضيلة الشيخ، الطواف في الكعبه. نعم. في العمره الصلاه على الميت يقطع الطواف ولا صلاه النافله الله يسلمك؟ يعني إذا وأنت طوف وقيمة صلاة الجنازة؟ أي صلاة الجنازة صليت. إيه؟ معاهم. إيه؟ ينقطع الطواف من جديد ولا أتم الطواف الله يسلمك ولا صليت النافلة ركعتين مثل السنة؟ طيب يا أبو حميد أبشر إن شاء الله. جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ. مرحبا. آمين جزاك الله خير. حياك الله. طيب نرجع إلى الإجابة على الأسئلة. بالنسبة للأخت هناء من العراق تسأل عن صلاة الليل، تقول هي تصلي العشاء ثم تنام بعد ذلك، ثم تقول أقوم الليل أوقت المنبه على قيام الليل الساعة تقريبا 3 إلا 10 إلا ربع، تقوم فتوتر وتقرأ قرآن وشيء من هذا، وأيضا تقول أفعل هذا في رمضان، ما الحكم؟ يا أختي هناء بارك الله فيك، ما في بأس،
يجوز للإنسان أن يقسم قيام الليل، يصلي أول الليل، يصلي أوسط الليل، يصلي آخر الليل، يجوز أن يؤخر القيام كله آخر الليل، ويجوز أن يقوم أول الليل ونصف الليل وآخر الليل، يعني يوزع القيام. كل هذا مشروع وأنت على خير واستمري على طريقتك بارك الله فيك. أم عناد من العراق تقول بأنها رجعت تسأل عن زوجة أخيها، تقول من 3 سنوات هي أرملة، والآن إذا أكلت حبوب يرتفع عنها الدم الدورة، وإذا تركت الحبوب ينزل عليها الدم. تقول ما العمل؟ قلت لك يا أختي أم عناد بارك الله فيك بأن إذا ارتفع الدم وبقيت يعني لم ينزل عليها دم فإن في هذه الحالة تكون طاهرة، وإذا نزل عليها الدم سواء تركت الحبوب أو كذا فإنه يجب عليها أن تمسك عن الصلاة وعن الصيام، ثم بعد ذلك تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. أم عناد في مسألتها الثانية وهي قطعة أرض، تقول هي محتاجة ووالدتها خلفت قطعة أرض، تقول نريد نبيعها حتى نستفيد منها، إلا أن أخاها رافض قضية البيع. تقول ما العمل؟ يا أختي أم عناد بارك الله فيك، حاولي تأتين لأخيك مرة ثانية وثالثة، وتشوفين إخوانك الباقيين، تشوفين عمامك خوالك يدخلون يعلمونه بأن هذا ما يجوز له، حرام عليه أن يبقي الأرض تحت يده، هذه ملك للجميع، هذه تقسم تباع وتقسم على التركة، ويحرم عليه أن يبقيها ما دام أن التركة محتاجين إلى المال. فإذا استجاب الحمد لله، ما استجاب وأنت محتاجة حاجة شديدة قولي له سأرفع الأمر إلى المحكمة، إن كان عندكم محكمة تراعي مثل هذه القضايا وتنظر فيها تقول أرفع إلى المحكمة ويأخذون حقنا كاملا. لكن لا تلجأ إلى المحكمة إلا إذا اضطررت اضطرار كامل، أما الآن لا، تكلميه مرة ثانية وعاشرة، وشوفي إخوانك الباقين يكلمونه، وشوفي أقاربك وليأثر عليه، حتى لأن انتقال إلى المحكمة يعني فيها صعوبة شوي. لكن إذا كنت محتاجة هذا حق شرعي لك، حق شرعي لك، يجوز لك أن تطالبي باللجوء إلى المحكمة والحمد لله. أم عناد تقول عندها بنت يعني صامت 5 أيام ثم تقول الآن بدأت ما تستطيع الصوم وهي متعبة جدا. يا أخت الفاضلة، ربنا جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فإذا كانت بنتك مريضة ما تتحمل الصوم، ما تقدر على الصوم، قد تكون حامل، قد تكون تفطر الحمد لله، وبعد رمضان تقضي هذه الأيام، تفطر الحمد لله وتقضي بعدين، ما عليها شيء. يا أم عناد بارك الله فيك، خبريها بأنها تفطر ما دام أنها تتعب وهي مريضة ولا تتحمل الصوم، وبعدين تقضي في الشتاء ولا في أي يوم آخر. إيمان من السعودية تقول اعتمرنا وما قصينا الشعر إلا في اليوم الثاني. يا أختي إيمان، إذا كان تأخيركم لقص الشعر متعمد ثم بعد ذلك ارتكبتم شيء من المحظورات، محظورات الإحرام، فيلزمكم الفدية على كل محظور من محظورات الإحرام، مثل لو قصيتوا أظافركم مثلا، أو الرجال لبسوا المخيط أو غطوا رؤوسهم مثلا، أو المرأة مثلا وضعت الطيب مثلا، فهذا عليه فدية، كل واحد عليه فدية. أما إذا كنتم ناسين أصلا، ناسين ما علمتم بهذا وجهلتم، ترجعون تقصون شعر الرأس وتستغفرون الله جل وعلا. أما إذا كنتم متعمدين وأمسكتم عن المحظورات ما في شيء، يجوز الواحد يأجل قص الشعر فترة بس لا تطول، لأن الإنسان ممنوع عن أشياء مباحة يحتاج إليها، ولذلك الإطالة هذه ربما توقعه في هذه المحظورات. إيمان تقول نأتي من اليمن فنجلس 3 أيام، تقول فبعضنا يعتمر وبعضنا يعتمر اليوم الآخر، ما الحكم؟ يا أختي إيمان، إذا كنت تقصدين بأن الإنسان إذا دخل مكة لابد أن يعتمر، لا، هذا غير صحيح، هذا في قول لبعض العلماء بأنه لابد من الإحرام، في قول طبعا لجماهير العلماء بأنه إحرام، لكن الصواب ما ذهب إليه الشافعي بأنه لا يحرم، يعني ليس كل من دخل مكة لازم أن يحرم، وإنما الذي يحرم هو الذي يريد العمرة، يريد النسك، إما الحج أو العمرة. أما إذا أنتم جايين زائرين وراجعين بيتكم في مكة ما يلزمكم، ليس واجبا عليكم أن تعتمروا وليس واجبا عليكم أن تحرموا، لكن إن أحببتم ما في بأس، إن أحببتم، لكن بشرط أن تحرموا من الميقات، لأنكم أنتم الآن جئتم من، أصبحتم آفاقيين، جئتم من خارج مكة، فإذا كنتم أصلا أنتم ناويين العمرة من هناك من اليمن، ها، ف
فما تدخلون مكة إلا بإحرام، تحرمون من الميقات ثم تدخلون وتأتون بالعمرة. يا أخت إيمان، إيمان تقول بأن والدتها عندها ذهب ما تلبسه إلا في المناسبات، تريد تسأل عن الزكاة. إذا كان الذهب هذا يا إيمان أعدته للزينة واللبس ولم تقصد به البيع والشراء ولا الكنز، ففي أصح قول أهل العلم أنه ما عليه زكاة، ما دام هذه النية، نيتها في هذا الذهب اللبس والزينة ما عليه زكاة، والحمد لله، في أصح أقوال أهل العلم. الأخ عمر من العراق أيضا سأل نفس السؤال، يقول الوالدة عنده وخواته عندهم ذهب ويستعملون هذا الذهب، يسألون عن الزكاة. يا أخ عمر نفس الجواب، الجواب نفسه، ما عليهم زكاة ما دام أنهم اقتنوا هذا الذهب لللبس في المناسبات، في الأعياد، في الزواج مثلا، في أفراح، في كذا، هذا ما عليه زكاة، في أصح أقوال أهل العلم. بارك الله فيك يا أخ عمر. عمر يقول عندها الوالد وأخوه ناويين يذهبون إلى العمرة، يقول واشترطت عليهم وزارة الصحة اشترطت عليهم وزارة الصحة أن يأخذوا لقاح، يقول هل إذا أخذوهم صائمون أو صائمين مثلا يفطرون؟ لا، ما يفطر يا أخي الفاضل. بالنسبة للقاح هذا الذي يأخذه الصائم، هذا ما يأثر على الصوم، يجوز لهم أن يأخذوا اللقاح هذا لأجل غرض السفر إلى العمرة، ولو أجلوا إلى الليل إن أمكن طيب، وإذا ما أمكن يأخذون في النهار ولا شيء عليهم، الحمد لله. طيب، بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد، تفضل يا أخ أحمد من أبو ظبي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك في البرنامج إن شاء الله. آمين، جزاك الله خير. الله يسلمك الشيخ، عندي سؤال لو سمحت. تفضل. الشيخ أنا مرة قاعد على سفرة أكل، سفرة طعام، إيه، وإجا صاحبي، نعم، حلفت علي يمين طلاق ألا تقعد تأكل، إيه، والرجال ظهر إنه كبر رأسه وما قعد. شنو الحكم هنا، الحكم ما يقول الشرعي في الموضوع؟ هو طبعا ما أكل، ها، ما أكل، يعني صارت مثل هي، أنا القصد مو قصد الطلاق عشان يكون عنده خبر راشي، أيوة، القصد أنه تقعد يأكل بس. طيب، ما بعرف شنو الحكم الشرعي في الموضوع يا شيخ. طيب يا أحمد، جزاك الله خير. مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل أبو عمر. إياد تفضل. من؟ السلام عليكم. ليال تفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ بلا زحمة، عندي والدتي وأخويا عندهم سكر مزمن، فما يقدرون يصومون، شي يصومون يعني، وعندهم رمضانات سابقة يعني ما صايمينها، فشنو الحكم عليهم؟ رمضانات السابقة أفطروا بسبب المرض؟ إي سكر عندهم مزمن. طيب، شكراً. مرحبا أختي، مرحبا، تفضل يا خالد. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، أنا في عندي أرض اشتريتها بهدف تجارة، إيه، وصار لي كام سنة عارضة للبيع، بعد ما أجيني السعر المناسب. أنا سؤالي لو سمحت فضيلة الشيخ، لازم زكي عن الأرض كل سنة؟ نعم، شكراً فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. من؟ تفضل يا سهام. سهام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طرحت عليك السؤال البارح من أجل ابنة عمتي التي في إعاقة من سن 17. ليه؟ سمعت جوابك، بس سؤالي كان هو أنه ما كانت تصلي، والآن أمها تريد أن ترد لها الصلاة، يعني تريد أن تصلي لترد صلاة ابنتها التي في إعاقة. تصلي عنها يعني؟ من هذا يعني تصلي لأنها في إعاقة وأمها تريد أن تصلي يعني في مكانها، تصلي لكي ترد لها صلاتها التي لم تصليها قبل سن 17، يعني قبل الحادث. أي أخت سهام، يعني قصدك أن أمها تريد أن تصلي عنها للسنوات الماضية؟ نعم. طيب، سؤال ثاني. نعم، سؤالي الثاني، ما حكم صلاة المرأة بدون جوارب؟
يعني هل يجب على المرأة أن تغطي رجليها في الصلاة وإن لم تغطيها هي صلاة باطلة؟ نعم. والسؤال الثالث يعني هذا طلب من عمتي اللي أم البنت التي في أعاقة، تريد أن تطلب منك أن تعمل لها دعاء لابنتها للشفاء وبالهداية لابنائها من فضلك. الله يشفيها ويعافيها ويشفي جميع مرضى المسلمين ويهدي شباب المسلمين جميعا. نعم نعم. تفضل إبراهيم. أم إبراهيم. مرحبا شيخنا. أهلا وسهلا أم إبراهيم. الله يخليك شيخ. السنة الماضية برمضان أنا ما صمت، يعني بألمانيا وقت الصيام طويل، فأني أمسكت وأفطرت في السعودية، وبعدين هلا يقولون إنه هذا الصيام باطل يعني لازم أعيده. نعم. من اللي أفتاك يا أختي؟ أحد أفتاك يعني أنك تصومين بالطريقة هذه؟ لا شيخنا، سألت ناس قالوا يعني نقدر نفطر ويا بلد عربي. إيه طيب. أمسكت وأفطرت ويا السعودية، بس هذه السنة أنا صمت يعني ويا ألمانيا ويا مواقيت الصلاة يعني، بس ما أعرف السنة الماضية أعيد الصيام ولا. طيب يا أم إبراهيم تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا شكرا. تفضل أبو أحمد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. إياك الله بارك فيك. أهلا وسهلا. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بس معي سؤال لو سمحت، بالنسبة لإفطار صائم، طبعا لما تكون الصائم أمامها السفرة، هل الثواب اللي أول ما يأكله الصائم إن كان تمرة أو إن كان شربة ماي؟ وإحنا عادة معانا لما تكون في البيوت الجيران نوصلهم يعني مثلا سحن الجير هذا والجار الثاني والثالث الرابع، ونفس الشيء يكون في المقابل بالبدل، يعني في حين انهم عاده هم ممكن ما يسورين الحال، مو بشرط انهم يكونوا يعني انسان ضعيف او شيء، فهل هذا يعتبر ايضا في اجر افطار صائم؟ طيب يا ابو احمد ابشر ان شاء الله. بارك الله فيك. فيك بارك الله وسهلا. طيب ارجع الى الاسئله. عندي الاخت رحاب من السعوديه تقول والدتها تريد أن تعمل إفطار صائم ترجو ثواب لوالديها الميتين، هل لها ذلك؟ نعم يجوز، يجوز للإنسان أن يتصدق عن والديه إما بإفطار صائم إما بصدقة مثلا جارية إما بمبلغ مالي، أي شيء من هذه الأنواع جائز يا رحاب بارك الله فيك. رحاب تسأل عن آية الكرسي بالصلاة، هل يجوز أن تقرأ؟ نعم نعم، لأن الله تعالى يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذا من القرآن يا رحاب، تقرأ آية الكرسي. أبو حمد من العين بارك الله فيه يسأل عن دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح، يقول هل كل ركعتين نقول فيها الدعاء الاستفتاح؟ نعم يا أبو حمد بارك الله فيك، هذه السنة، السنة أن تأتي بدعاء الاستفتاح عند كل صلاة، ومعلوم بأن الصلاة تنتهي بالسلام، فإذا سلمت انتهت الصلاة، لما تقوم لصلاة جديدة وتكبر من السنة أن تأتي بدعاء الاستفتاح. أبو حمد يسأل عن قراءة الفاتحة، يقول أئمة المساجد ما يتركون لنا مجال نقرأ الفاتحة، فما العمل؟ يا أخي الفاضل، إذا انتهى الإمام من الفاتحة أنت اشرع بقراءة الفاتحة مباشرة بعد ما تقول آمين، إن ترك لك مجال الحمد لله، إن ما ترك حاول أنك تكمل قدر المستطاع، وإذا ما استطعت فالإمام يتحمل عنك والحمد لله. أبو حمد يسأل عن الطواف حول الكعبة، يقول إذا كنا في عمرة وطفنا حول الكعبة وأقيمت صلاة الجنازة هل تقطع الطواف؟ لا ما تقطع الطواف، إذا أقيمت صلاة الجنازة وأحببت أنك تصلي تصلي ولا شيء عليك، وتكمل الطواف من المكان اللي وقفت عنده، أو مثلا تذهب إلى الركن الحجر الأسود ثم تبدأ منه، ما تعيد الطواف من جديد، لا تكمل الحمد لله، إما تكمل من مكانك أو تذهب إلى الحجر الأسود، ترجع الحجر الأسود ثم تأتي بالشوط الذي أنت فيه بارك الله فيك. الأخ أحمد من أبوظبي يقول بأنه كان جالس على سفرة ودخل رجل من أصحابه يقول حلفت عليه يمين بالطلاق إلا يأكل، يقول الرجل ركب رأسه وما أكل، ما العمل؟ يا أخوي أحمد بارك الله فيك، أنا أنصحك لله جل وعلا نصيحة أنك تترك الطلاق ولا تتلفظ بالطلاق، وهذا القول هذا لا شك أنه منكر من القول وزور من القول، قول عظيم وهو استهزاء بآيات الله، ما يجوز للإنسان أن يلعب بارك الله فيك بالطلاق، يقول جل وعلا ولا تتخذوا آيات الله هزوا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما جاءه رجل طلق بالثلاث غضب شديد وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم،
حتى ان الصحابه من شده رؤيتهم لغضب النبي عليه الصلاه والسلام غضبوا معه وغضب، وقام احدهم قال دعني اضرب عنقه، فنهاه النبي عليه الصلاه والسلام لانهم راوا النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا. فانت بارك الله فيك تريد ان تكرم الناس بتطليق زوجتك؟ يعني هل هذا يعقل بربك؟ الحين الواحد يريد يكرم الناس يطلق امرته. الان لو انك استفتيت واحدا من بعض المشايخ الان الذين يرون بانه يقع، ثم قال لك طلقت مرتك، وش تسوي انت؟ وش تسوي بعيالك؟ دمر بيتك بهذا الطريق علشان رجل تريد ان تكرمه وما قدرك اصلا هو، ولا 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 اخذ بكلامك، يعني بمعنى انه ركب راسه وقال اضرب راسك بالجدار، انا ماني ماكل مثلا. ما يجوز يا اخي احمد بارك الله، ولا يجوز، لست الوحيد انت، هذا للاسف موجود في عند كثير من الناس وللاسف الشديد. والله شيء مؤلم ان الانسان يجعل الطلاق في كل شيء، في حال الغضب وفي حال الرضا وعند الاكل وعند الشرب وعند الاكرام. ما يجوز اصلا تكرم اخاك بما يؤذيه اصلا من دون طلاق. يعني رجل الان ما يبغى ياكل، تلزمه في الاكل؟ ما تلزم. فالمقصود يا اخي الفاضل هذه مساله خطيره جدا، وانا لا استطيع ان افتيك الان، اتصل علي بشكل خاص واريد ان استفسر منك، بشوف تاريخك انت مع زوجتك، عندك طلاقات سابقه، عندك شيء، لان المساله ما هي بهالسهوله هذه اللي تعتقدها. الواحد جالس في المجلس وعلى ما قال حاط رجل ويطلق امرته بهالسهوله هذه، لا لا لا، مساله خطيره جدا. ولذلك اما ان تتصل بي بشكل خاص او تتصل باحد القضاه وتسال عن هذه المساله، وانا انصحك لله حتى لا تدمر اسرتك وتدمر بيتك، والمسكينه هذه اللي ما لها ذنب جاي انت ما غافله وتكرم لك واحد تقول عليه الطلاق اذا الا تقعد وما اكل. ما هذا، انا انصحك لله وانصح كل من يقع في مثل هذه الاشياء ان يبتعد. ولا تعتقد ان المساله سهله، لا تعتقد ان المساله والله سهله، انا والله نويت الحلف وما نويت الطلاق، هذا ما يمشي. لكن عموما يعني نحاول ان نبحث لك مخرج في مثل هذه القضيه، نسال الله عز وجل ان ييسر امرك. ونصيحه لكل من يقع في مثل هذا، اكررها لاني والله اتلقى عشرات الاسئله لمثل هذا الحقيقة، الشيء اللي ما أحب أصفه بكلام خشن، ما يليق بالمسلم أن يلعب بآيات الله أو أن يدمر أسرته علشان قضايا والله عليها الطلاق، تقعد هنا ولا تاكل ولا تتعشى ولا تغدى عندي. نسأل الله السلام والعافية. الأخت ليال من العراق تقول بأن والدتها وأخوها عندهم سكر مزمن، يقول وتقول ولم يستطيع الصيام لا في هذا رمضان ولا في رمضان سابق أو رمضانات سابقة، ماذا عليهم؟ يا أخت ريال بارك الله فيك، خلاص هؤلاء ينتقلون إلى الإطعام ما دام عندهم سكر مزمن، والأطباء نصحوهم بأنهم ما يصومون لخطورة الصيام على مرض السكر بالنسبة لهم، عليهم يطعمون، أخرجوا عن كل يوم إطعام مسكين إذا كنتم مستطيعين، إذا كنتم غير مستطيعين يسقط عنهم والحمد لله، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الأخ خالد من الشارقة يقول عندي أرض واشتريتها بهدف التجارة، يقول عرضتها ولكن لم يأتي أحد حقيقة لشرائها، يسأل عن الزكاة سنوية. نعم يا أخي الفاضل، جمهور أهل العلم يرون بأن عروض التجارة يجب زكاتها سنويا إذا حال على الحوض زكيه. المالكية رحمة الله على علمائهم يقولون في مسألة التربص، يقول في شخص لو عنده أرض أو عنده سلعة يتربص بها، ما اشتريت وبقيت، يقول هذا ما يزكيها، يقول ما يزكي ما دام أن مضى عليه حول وما حد اشتراها، عرضها وما حد اشتراها، فلا يجمع عليه يعني الزكاة مع عدم بيعها. لكن جمهور العلماء يرون أنه يجب عليه أن يزكيها، وهذا الذي أفتي به في البرنامج بأنه يجب على الإنسان أن يزكي هذه الأرض التي أعدها للبيع وللشراء لأن عرض من عروض التجارة. الأخت سهام من فرنسا طبعا تذكر بأن السؤالها السابق عن ابنه عمتها، او نعم ذكرت بان عمرها 17 سنه، ما كانت تصلي اولا ثم حصل لها حادث وفقدت السمع وال يعني الحواس وكذا، تقول بان امها تريد ان تصلي عنها ما سبق من ايامي من ساعه بلوغها الى 17 سنه ما كانت تصليها، تقول هل تصليها ام لا؟ يا اخت الفاضله وسهام، لا ما تصليها، فالأم ما تنوب عن ابنتها في العبادات البدنية، في العبادة البدنية الصلاة تحديدا، فما يصلي أحد عن أحد كما جاء في الأثر، ما يصلي أحد
عن أحد بارك الله فيك، لكن أنت أخبريها بأنها تحاول أن تعلمها توجهها، إن استطعت، ما استطعت تسأل الله تعالى لها المغفرة. سهام من فرنسا تسأل عن حكم لبس الجوارب بالنسبة للمرأة أثناء الصلاة. أخت سهام، ليس شرطا على المرأة أن تلبس الجوارب في الصلاة، لكن شرط عليها أن تغطي قدميها في الصلاة، هذا الذي ذكره جمهور أهل العلم، يعني تغطي رجليها بجوارب، بخفاف، بعباءة، بأي شيء، من بإزار، بأي شيء، المهم لا تظهر رجليها في الصلاة، ولو لبست الجوارب فهذا أفضل لها حتى لا تنكشف. طبعا الطلب، نسأل الله عز وجل أن طلب عمتك أن يعافي ابنتها هذه وأن يمن عليها بالشفاء، ونسأله جل وعلا أن يصلح لها النية والذرية وجميع المسلمين يا رب العالمين. أم إبراهيم من ألمانيا تقول بالنسبة لتقول السنة الماضية من شدة طول الوقت في ألمانيا ما استطعت الصوم، يعني ما استطعت أنني أكمل، لكن كنت أفطر على السعودية، أفطر على السعودية، أخبروني السنة هذه بأن هذا ما يجوز، والآن الحمد لله تصوم في ألمانيا على الوقت الذي في ألمانيا. فيا أختي أم إبراهيم الذي أخبرك صدق، فلا يجوز لك أن تفطري على دولة بعيدة مثلا، وأنا أعتقد بيننا وبينكم وبين السعودية أربع ساعات، يعني أنت تفطرين في نصف النهار، نصف نهار الصيام. فالمقصود يا أختي الفاضلة بأن صومك العام الماضي غير صحيح، وهو الآن باقي في ذمتك، وعليك أن تقضيه الأيام القادمة في الشتاء. أنا أعرف النهار قصير عندكم والجو بارد، اقضي هذه الأيام في الشتاء، أيام رمضان الماضي. والآن الحمد لله أنت ما شاء الله عليك تقول تحملت الصيام هذه السنة، وإذا الإنسان يستطيع أن يصوم. إذا حص مثلا وقعت في مشقة وحصل أنك شعرت بأنك ما تستطيعين تكملين اليوم، تفطرين الحمد لله وتقضين بعد ذلك بارك الله فيك. طبعا الصوم لا بد فيه من المشقة، الصوم لا بد فيه من المشقة. لماذا سمي صوم ولماذا كلفنا به؟ هذه عبادة وفيها تكاليف، ولكن هذه المشقة محتملة ولله الحمد، يحتملها الإنسان ويستطيع يستطيع الصوم. تفضل أخوي شهاب من أمريكا. السلام عليكم كيف شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك. عندي أربع أسئلة إن شاء الله. تفضل يا أخي. شيخي، الجمعة الماضية عندنا في المسجد هنا في أمريكا الإمام أو الخطيب الجمعة خطب الجمعة، وقبل أن يقيم الصلاة قام وفتح باب التبرعات للمسجد، وتقريبا أمضى ما بين 10 إلى ربع ساعة في جمع التبرعات للمسجد ما بين الصلاة وما بين الخطبة والصلاة، ومن بعدها أقام الصلاة. نعم. فما حكم ذلك؟ هل يجوز؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، سجدة السهو، إذا الإمام نسي شيء في الركعة الأولى أو الثانية والمؤتم أتى يلحق الإمام في الركعة الثالثة، فعند انتهاء الصلاة هل يسجد سهوة سجدة السهو مع الإمام ثم يكمل الصلاة؟ لكن عفوا، الإمام سجد وهو ما زال في الصلاة معه؟ الإمام سهى في الركعة الأولى، ولكن المؤتم لم يلحق الصلاة إلا مثلا في الركعة الثانية أو الثالثة. طيب، لكن الإمام سجد قبل السلام؟ لا، بعد السلام. بعد السلام. طيب، السؤال الثالث. السؤال الثالث، صلاة الجهر للمصلي المفرد، هل يصليها جهرا أم يصليها كأنها سكوتا يعني؟ سرية. نعم نعم. الله يبارك. السؤال الأخير شيخي، في الركعة الثالثة عند المؤتم إذا قرأ المؤتم الفاتحة والإمام وخلص الفاتحة، ولكن الإمام ما زال مستمر في القراءة لأي سبب، هل يقرأ آية أم يصمت أم يقرأ دعاء؟ طيب يا أخ شهاب، أبشر إن شاء الله. وجزاكم الله خير. مرحبا مرحبا. مع السلامة. تفضل يا سارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عمري عندي سؤالين. إيه تفضلي. السؤال الأول، أنا عمري 10 سنوات، هل يجوز إني أقرأ نفس الصور بكل صلاة؟ تقرأين إيش عفوا يا سارة؟ أقرأ نفس الصور نفس الصورة في الصلاة؟
لا سور القرآن. إيه يعني مثلا تقرأين الزلزلة في الركعة الأولى والزلزلة في الركعة الثانية؟ لا بقرأ سورة الناس والفلفل والفلق. إيه طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني ما هو مقدار الزكاة على الزوج والزوجة الحامل؟ على الزوج والزوجة الحامل كيف؟ كيف الزوج والزوجة الحامل؟ قصدي انه بس الزوجة الحامل. اي طيب الحمد لله. يعني قصدك الزكاة حقة رمضان يعني الاطعام عن كل يوم مسكين ها؟ ايه او عن الجنين ولا عن يعني الوالدة حامل او حامل؟ لا الجنين. عن الجنين يعني طيب. ايوه طيب يا سارة ابشري ابشري الله يصلحك ويخليك لاهلك يا رب. شكرا. تفضلي يا هند. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم. اهلا وسهلا. شيخ اود ان اسال 4 أسئلة عندي. تفضل يا اختي. شيخ السؤال الاول عندي امي عمرها 50 سنة وتيجي تروح تعتمر او تحج بس يعني ابويا عنده اشغال ما يقدر يروح وياها وكذلك اخوانها. وعندها ابن عمره يعني 15 سنة وتبيك تروح بس ما تقدر، شنو الحكم بهذا الشيء؟ وابن 15 سنة هذا ممكن يروح معاها؟ هند يا هند وين راحت هند؟ يا هند لا حول ولا قوة، حاولي حاولي اعيدي يا هند الاتصال بارك الله فيك. طيب ارجع الى الاسئلة الاخ. طيب الأخ أبو أحمد من عمان يقول بالنسبة لإفطار الصائم هل الثواب في أول الأكل بمعنى إذا بدأوا في الأكل هذا هو إفطار الصائم أم أنها يعني وجبة أو إذا وزعنا على أناس ميسورين مثلا هل يكون هذا صدقة؟ يا أخي أبو أحمد بارك الله فيك نعم نعم هو المقصود بأنك تطعم صائما سواء كان غنيا أو فقيرا أو متوسط الحال والإطعام ليس شرطا أن يكون اللقمة الأولى لا تطعم تعمل عشاء تعمل إفطار مثلا على القدر الذي تستطيع يعني إذا ما كنت تستطيع إلا على تمر وماء أطعم التمر وماء تستطيع أكثر من ذلك أطعم أطعم أكثر من ذلك حتى تشبع الصائم بارك الله فيك. الأخ شهاب من أمريكا يقول الجمعة الماضية قام الإمام بعدما نزل من خطبة الجمعة ففتح باب التبرعات مدة يقول 10 دقائق إلى ربع ساعة ثم صلى بعد ذلك ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ على العموم يا أخي الفاضل بالنسبة للصلاة صحيح بالنسبة للصلاة صحيح أما الإمام فقد أخطأ خاصة ويعني أن المسألة هذه سهلة يعني لا تمثل مثلا يعني أمر فيه ضرورة أو فيه حاجة ملحة ممكن يجعلونها بعد الصلاة وممكن يجعلونها قبل الخطبة الجمعة مثلا يعني هذا كله جائز أما بعد يعني نزول الإمام من خطبة الجمعة المشروع بأنه يصلي مباشرة لكن عندنا حديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل من خطبة الجمعة قال فكلمه رجل حتى طال الكلام لكن هذا يقولون فيما يتعلق بأمر ضروري يتعلق بمصلحة الأمة كلها والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائد الأعلى للأمة فاحتاج أن يتحدث مع رجل فأطال ثم صلى عليه الصلاة والسلام ولذلك قلت لك أنا الصلاة صحيحة الحمد لله لكن يبقى قضية يعني مثل هذا الأمر يدرك ولله الحمد بعد الصلاة في الليل في النهار غير يوم الجمعة أو قبل الجمعة يفتح مثلا المجال أو بعد صلاة الجمعة والناس يطلعون فهو نيته طيبة وقصده حسن حتى أنه يجمع أكبر قدر لكن ال- 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 الوقت يدرك ولله الحمد في قضية التبرعات. إشهاب يقول بالنسبة لسجدة السهو إذا نسي مثلا الإمام في الركعة الأولى ثم دخل المأموم في الركعة الثانية والإمام سجد بعد السلام هل يلزم المأموم الذي لم يدرك الخطأ في الركعة الأولى أن يسجد معه؟ الجواب لا لا يلزمه خاصة وأنه سجد بعد السلام سجد بعد السلام أما إذا كان سجد قبل السلام فيتابعه المأموم لذلك أنا سألتك متى سجد فلما قلت لي بعد السلام ما يلزم يقوم يقضي ركعة أما إذا كان قبل السلام ما يخالف الإمام يسجد معه ولو لم يدرك الخطأ الذي وقع فيه الإمام في الركعة الأولى. شهاب أيضا من أمريكا يقول بالنسبة لصلاة الفرد الشخص لوحده هل تكون جهرية أم سرية؟ لا لا جهرية ولا سرية وإنما يسمع نفسه
يسمع نفسه، يعني يقرأ قراءة يسمع فيها نفسه، لا يجهر الجهر العالي ولا يقرأ بقلبه، وإنما يحرك لسانه ويسمع نفسه ما يقرأ. السؤال الأخير الأخ شهاب يقول: بالنسبة ل الركعة الثالثة، إذا الإمام مثلا، إذا المأموم انتهى من قراءة الفاتحة والإمام ما زال لم ينتهي من قراءة الفاتحة أو يقرأ، ماذا يفعل المأموم؟ يقرأ آية أم يدعو؟ لا، يقرأ آية يا أخي الفاضل، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا في الركعة الثالثة والرابعة شيء من القرآن، فيقرأ الآيات، ما يأتي بدعاء، هذا ليس محل دعاء، هذا محل قراءة قرآن. فيقرأ الآيات يا أخوي شهاب، إذا الإمام مثلا يعني المأموم انتهى من الفاتحة والإمام ما زال، يقرأ، يجيب آيات، يجيب قل هو الله أحد، يجيب مثلا شيء من هذه السور. الأخت سارة بارك الله فيها من الشارقة تقول بأن عمرها 10 سنوات، هل يجوز أن تقرأ نفس السورة في الصلاة؟ نعم يا سارة بارك الله فيك وأصلحك الله، يجوز أن تقرأي السورة في نفس الصلاة، يعني مثلا بس أهم شيء تقرأين الفاتحة في كل ركعة، ثم بعد ذلك تقرأين بعدها، تقرأين تقولين قل أعوذ رب الفلق، ما في شيء، لو قرأتها مرة ثانية في الركعة الثانية، أو تقرأين قل أعوذ رب الناس، هذا جائز. سارة تقول: ما هو مقدار الزكاة بالنسبة للمرأة الحامل؟ بالنسبة للمرأة التي أفطرت بسبب الحمل عليها القضاء بعد رمضان، وليس عليها فدية وليس عليها كفارة، وإنما عليها القضاء، تقضي بعد رمضان. يا أخت سارة بلغي من سألك ذلك. وأما إذا كانت لا تستطيع الصوم مثلا، مريضة وغير قادرة، فتخرج تطعم عن كل يوم مسكين، والإطعام ذكر الفقهاء تقديره ولكن ما عليه دليل، هو مثل ما نقول نحن الآن وجبة كاملة تشبع فقير، مثل ما الآن في المطعم يقول جيب لي وجبة كاملة، وجبة غدا مثلا أو عشاء، نصف دجاجة أو مثلا شيء من الرز والإدام وكذا، هذا هو الإطعام، هذا هو المقصود بالإطعام. هند من العراق طبعا للأسف انقطع، يعني السؤال الأول تقول بأن والدتها تريد الحج أو العمرة لكن الوالد ما يستطيع الذهاب معها ولا إخوانها، تقول عندها ولد عمره 15 سنة، هل يذهب؟ يا هند أعتقد أني فهمت السؤال هكذا، إذا كان الولد الذي عمره 15 سنة بالغ وبنيته جيدة، يعني يستطيع يحمي أمه ويساعد أمه، ما في بأس أن تذهب به إذا كان بالغا، أما إذا كان غير بالغ أو بنيته ضعيفة وكذا لا، ما تذهب به ويسقط عنها الحج إلا إذا وجدت المحرم. فالمحرم طبعا تحاول أن تقنع زوجها، تقنع أولادها إخوانها، إذا كان عندها عم أو خال تذهب معه للحج، كل هذا مشروع والحمد لله. طيب انتهى وقت البرنامج، أشكر في نهايته الأستاذ المخرج مصطفى ضاضة وزملائي في الاستوديو، والشكر أيضا لكم على المتابعة، وإلى لقاء الغد بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة